السلام عليكم. ما زالت تونس منذ نحو 20 يوماً تعيش غموضاً بشأن مستقبلها السياسي بعد سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها الرئيس قيس سعيد. فالبلاد بلا حكومة فعلية ولا برلمان، ويديرها شخص واحد ممثل بالرئيس نفسه. يحصل هذا وسط أزمة اقتصادية واجتماعية، فضلاً عن متاعب جائحة كورونا التي تضغط على النظام الصحي في البلاد. أمام هذا المشهد الملبد بالغموض، ثمة من يخشى على مهد الانتفاضة العربية من عودة إلى عصر الاستبداد، بعد أن تحولت تونس من بين أقطار الانتفاضة العربية جميعاً إلى الدولة الوحيدة التي تشهد حياة سياسية ولو في حدها الأدنى. لكن في المقلب الآخر، هناك فريق تونسي يرى أن المسار الديمقراطي في البلاد انحرف تماماً وأنتج طبقة سياسية نخرها الفساد والصراع على السلطة والنفوذ، ويسأل أصحاب هذا الفريق قائلين: على ما الخشية إذن من سلسلة إجراءات هدفها ضبط بوصلة البلاد سياسياً؟ بين هذين الفريقين تدور حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، محاولة الإجابة عن السؤال الأبرز ربما: ما مستقبل تونس ومسار التحول الديمقراطي فيها بعد إجراءات الرئيس؟ أهلا بكم. تولي رئيس الدولة. عندما أعلن الرئيس التونسي على حين غرة حل الحكومة التونسية وإقالة رئيسها هشام المشيشي مع تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة بنفسه، كانت قرارات غير متوقعة للكثيرين في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد اقتصاديا واجتماعيا وصحيا. انقسم التونسيون بين غاضب ومستبشر ومترقب لمصير بلد انطلقت منه شرارة الثورات العربية، في حين عد مراقبون تلك القرارات انقلابا على الدستور والمؤسسات الشرعية قد ينزلق سريعا إلى صيغة صريحة من الاستبداد والتفرد بالسلطة والحكم الفردي. وجدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده أن الإجراءات التي اتخذها لم تخالف الدستور وليست انقلابا، وأن المسؤولية اقتضت أن تتخذ هذه التدابير، وأنه ليس من دعاة الانقلابات وإنما من دعاة تطبيق القانون على الجميع. وبحسب الاتحاد العام للشغل الذي طالب بإجراء انتخابات مبكرة، أكد رفضه إعطاء ما وصفوه بالصك على بياض للرئيس قيس سعيد، مطالبا بتقديم توضيحات بخصوص رؤيته للمرحلة المقبلة وخريطة طريق للخروج من الوضع الراهن. مراقبون وصفوا قرارات سعيد بأنها تاريخية، وأن ما قام به من إجراءات عملية لوقف حالة التدهور التي أصابت تونس بسبب سوء أداء الحكومة والبرلمان، وهو من صميم مسؤولياته وفقا لوصفهم. في حين أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع 12 مسؤولا حكوميا من السفر، منهم وزير سابق ونائب في البرلمان بسبب شبهات فساد. ويتطلع التونسيون إلى حلول لأزماتهم السياسية والاقتصادية والصحية في ظل ظروف استثنائية وتطورت على الساحتين المحلية والدولية. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة التونسية الأستاذ حمادي الأسود الصحفي، وكما ينضم إلينا من مدينة سيدي بلعباس في الجزائر الأستاذ يحيى بوزيدي الباحث السياسي، ومعنا أيضا من لندن العاصمة البريطانية الأستاذ فتحي المسعودي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا من من تونس، بعد نحو 20 يوما أستاذ حمادي، بعد نحو 20 يوما على هذه الإجراءات التي اعتبرها طيف واسع من التونسيين وهي حقيقة استثنائية، هل بدا واضحا عندك ما يدور في خلدي وفي رأس الرئيس التونسي من مآرب وغايات من وراء هذه القرارات؟ لا يوجد. مرحبا. أهلا. مرحبا وضيوفك بشاهدين دين. لا أحد يعرف إلى حد الآن من يمكن أن توصل إليه هذه الإجراءات التي فرضها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2011، والتي كانت بعد موجة من الاحتجاجات كما ذكرتم في تقريركم المصور الذي تم بثه. لكن إلى حد الآن هناك
ثلاث استنتاجات كبرى. أولا، هناك ترحيب شعبي كبير بالقرارات التي تم اتخاذها من شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة منها الناس التي تضررت مباشرة من خيارات الحكومات لعشر سنوات. ثانيا، هناك ترحيب من بعض الأحزاب على غرار التيار الديمقراطي أو حركة الشعب أو الحزب المؤسس التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بهذه القرارات واعتبارها قرارات جيدة، وهناك كذلك بعض الترحيب من المنظمات الوطنية. ثالثا، هناك الخطابات التي يرسلها قيس سعيد والبيانات، وهي مصدر المعلومة الوحيد إلى حد الآن، مع بعض التسريبات من هنا ومن هناك التي لا نعرف إن كانت تمثل فعلا موقف الرئاسة أم لا، لكن فعندما نحلل هذه الخطابات ونحلل هذه البيانات نرى أن قيس سعيد مقدم على بعض الإصلاحات وبعض الخطوات الهامة، لكن لا نعرف إن كان هذا سيتم في الواقع أم لا، ولا ضمانات إن كان هذا سيتم في الواقع ولا لا. لكن أستاذ حمادي، حتى لو سلمنا بناء على هذه التسريبات وبناء على هذه المعلومات التي هو مصدرها الوحيد، برأيك يعني من الناحية المنطقية والسياسية، هل يمكن إجراء إصلاحات من خلال وسائل بين قوسين ثمة من يسميها غير إصلاحية، ثمة من يسميها انقلابا؟ يعني هل الوسيلة الغاية تبرر الوسيلة مثلا؟ هو من يعني توصيف الحدث السياسي الذي حدث يوم 25 جويلية يختلف من ناحية زاوية النظر. يعني إذا نظرنا إليه من زاوية قانونية وعلوم سياسية بحتة هو يمكن أن يكون انقلاب، لكن إذا نظرنا له من زاوية سياسية أخرى، من زاوية سياسية بحتة، أعتقد أنه هو حدث سياسي كبير ومهم في تاريخ تونس المعاصر بالمعنى الإيجابي، أن يتحول مستقبلا إلى انقلاب أو تصحيح مسار. إلى حد هذه اللحظة لا يمكن أن نحكم عليه إن كان فعلا هو انقلاب أو هو فعلا تصحيح مسار، لأن الحكم يكون بالنتائج ضرورة ليس صحيح. أستاذ حمادي، لكن حتى لو كانت هذه الإجراءات مخالفة لروح الدستور، للنص المادة 80 التي يستند إليها الرئيس، هذه الإجراءات جلها مخالفة لنص المادة 80 من الدستور التونسي حتى لو كان الأمر كذلك؟ الأحداث السياسية الكبرى التي تكون في تاريخ الشعوب عادة أن تكون متماشية مع القوانين. فلنأخذ مثلا ثورة 14 جان في 2011، إذا لم يتم تغيير نظام بن علي كل المتظاهرين كانوا مخالفين القوانين، يعني إذا ومخالفين الدستور. لكن القوانين، معذرة يعني معذرة أستاذ حمدي، فقط أريد أن أستوضح منك، يعني القوانين التي فرضت في عهد زين العابدين بن علي ربما لا يكون لا بأس بها من حيث من الناحية الشكلية، ولكنها قوانين وضعت في إطار أمني، في إطار سلطوي استبدادي بحت. أما القوانين الآن فهي مرعية من نظام سياسي يسير وفق مسار ديمقراطي، الشعب هو الذي فرض هذه الروح السياسية. فهل يحق لشخص واحد أن يحتكر كل هذه المناصب؟ طبعا أنا لا أتبنى، أنا أنقل لك رأي فريق من التونسيين، هل يحق لهذا الرئيس أن يتبنى كل هذه أن يسيطر وأن يحتكر على كل هذه السلطات مخالفا روح الدستور الذي يجب أن يحظى بنوع من القداسة بين التونسيين؟ الدستور التونسي عندما تم صياغته في يعني دستور 2014 منذ سنة 2011 إلى سنة 2014 من خلال المجلس الوطني التأسيسي لم يتم استفتاء شعبي عليه، هو كان نتيجة لمناقشات بين 217 نائب منتخبين من قبل الشعب أو من قبل فئة من الشعب. يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا الدستور هو في الحقيقة تعبير أساسية عن إرادة الشعب. ثانيا، بشهادة من أسس لهذا الدستور ومن كتب هذا الدستور، هذا الدستور لم يلائم الواقع التونسي ولم يلائم الوضع التونسي، وهذا النظام الهجين لم يستطع أن يحل مشاكل التونسيين اليومية من مشاكل اقتصادية واجتماعية بالأساس، ولم يستطع ضمان الحريات السياسية. عندما نتحدث مثلا عن احتجاجات جانفي وفيبري الأخيرة، نتحدث عن 2000 إيقاف، أكثر من 2000 إيقاف، 60% منهم قصر. هنا نتحدث عن حريات حقيقية، عن تهديد منطق الحريات. من هنا سمعني عذرا، من هنا نستطيع أن نقول أن أصلا الدستور هو الذي كان سببا في الأزمة. نعم. ومنطق الخروج عن هذا الحدث السائد لا يستطيع إلا أن يكون من خارج الدستور. طيب، سنعود للحديث عن هذا الموضوع بشيء أكثر تفصيلا، لكن دعني أن أنتقل إلى لندن لأسأل الأستاذ فتحي بناء على ما ذكره.
الأستاذ حمادي من تونس، يعني الرئيس يعني من خلال ما يقوله الذي هو مصدر المعلومة الوحيد ومن خلال بعض التسريبات أن هناك روح الإصلاح تنتظر القرارات المقبلة بالنسبة للرئيس. أنا سألته إذا ما كان هذا الأسلوب مناسبا، لكن هل تتفق مع هذا التحليل بالنسبة للأستاذ حمادي أم أن هناك صراعا على السلطة حسمه الرئيس قيس سعيد لصالح مؤسسة الرئاسة على حساب مؤسسة البرلمان؟ أهلا وسهلا أستاذ جهاد، تحياتي لك وضيوفك الكرام. أهلا بكم. حقيقة هو يعني تقريبا التشريط قام بقيس سعيد وبسببه اتخذ قرار تفعيل الفصل 80 من الدستور، أعتقد أنه الغالبية الساحقة من الشعب التونسي توافق على ذلك، من فشل الحكومة يعني فشل البرلمان، وضع الصحي متردي وعجز الحكومة عن مقاومة هذا الأمر، استفحال ظواهر اجتماعية كثيرة جدا، تمرد على الدولة، يعني كثير من المؤسسات العمومية توقفت عن الانتاج مثل النفط والفوسفات وغيرها، إذن الدولة كانت شبه مشلولة حقيقة، وبالتالي التشخيص يظل يتفق معه الجميع. والمتسبب في هذه الأزمات كثيرون ومتعددون، يعني الكل يتحمل المسؤولية، ولكن يجب أن نقول أن الرئيس أيضا قيس سعيد هو أحد أسباب الأزمة، بل هو من أكبر أسباب الأزمة التي وقعت في تونس. كيف ذاك؟ بعد كيف؟ كيف ذاك؟ نعم، قلت بعد انتخابات 2019 نحن وصلنا إلى مرحلة أنه فشل الحزب الفائز بالانتخابات حركة النهضة في تمرير حكومته، وأخذ فترتين لشهرين، ثم مر الأمر حسب الدستور إلى رئيس الدولة، والكتل البرلمانية والأحزاب رشحت أعضاء، رشحت شخصيات مهمة في تونس ولها كفاءات اقتصادية كبيرة جدا، من أمثال بن حمودة، من أمثال فاضل عبد الكافي، خيام الترك وغيرهم كثير، ورد بن صالح وغيرهم كثيرون، ولكن هذا الرئيس الذي هو أحد أسباب الأزمة في التعامل مع الأحزاب السياسية والتعامل مع الدستور والقوانين، رفض كل هذه الاقتراحات، وهو الذي رشح الياس الفخفاخ في تلك الفترة وجعله رئيس للحكومة، رغم عن أن كل الكتل والأحزاب، رغم أنه الذي اختار الياس الفخفاخ هو حزب واحد، يعني صوت واحد في البرلمان مقابل ربما 7 أو 8 أصوات لأشخاص آخرين. ثم المشكلة الفساد التي تورط فيها أو شبهات الفساد التي تورط فيها الياس الفخفاخ، مررنا إلى المرحلة الثانية وهو إجبار الياس الفخفاخ على تقديم استقالته حتى لا يعود إلى البرلمان ويعود الأمر إلى الحزب الحاكم. ولكن الرئيس ارتكب خطأ مرة أخرى، لأن الدستور يقول له ترشيح الأقدر، ولكن الأقدر ليس في عقله، الذي هو حقيقة ضعيف من الناحية السياسية وضعيف من الناحية التواصلية وضعيف في فهمه الاقتصادي لغير ذلك، فرشح أحد الأفراد ظنا منه أنه سيكون وزيره الأول وليس رئيس حكومة، اللي هو المشيشي، ورغم أنه لا أحد في البرلمان تقريبا رشح المشيشي، ولكن هو اختار المشيشي رغم أن أنف الجميع، لأنه كان يريد أن يستعمله ولكن انقلب عليه المشيشي. فإذا الأزمة بدأت من هنا، لما انقلب المشيشي على قيس سعيد أراد أن ينتقم، لأن الجميع الآن تركه في الزاوية وكان يصيح ويصرخ كل يوم بالصواريخ التي عنده، وسيرسل عليهم الصواريخ، وهؤلاء المنافقين والفسدة والجراد كل الأوصاف السيئة وصف بها الطبقة السياسية والأحزاب وكذا، وقد يكون صحيح في بعض جوانبها. المشكل أنه هو كما ذكرت كان حتى من 2013 كان يرفض هذا الدستور، هذا الدستور الذي يعني وقع التصويت عليه بأكثر بحوالي 200 صوت من أصل 217، يعني قيس سعيد كان يرفضه، وهو معادي للأحزاب، يرفض الأحزاب، يرفض التحزب، يرفض حتى التوجه أو المنظومة السياسية القائمة في تونس، رغم أنه هو انتخب على ضوئها، ولكن عندما قام البرلمان وأراد أن يسرع في تأسيس المحكمة الدستورية، وهذا هو لب المشكل، هنا تقع المعضلة. لما وجه له القانون الجديد للمحكمة الدستورية رفض أن يوقع، رفض أن يوقع على هذا القانون بدعوى أنه الوقت قد انتهى من زمان، من 5 سنوات، وبالتالي أصبح قيس سعيد
هو الشخص الوحيد القادر في تونس حسب الدستور يسمح له بأن يفسر الدستور كما يشاء. الدستور يقول المفسر الوحيد المؤول الوحيد لنصوص الدستور هي المحكمة الدستورية. في غياب المحكمة الدستورية قيس سعيد أصبح الرب الأكبر الأعلى المفسر الوحيد المتوحد في هذه القضية، وبالتالي عندما جاء إلى الفصل 80 شرح هو أوله كما شاء، رغم أن الغالبية الساحقة من الخبراء في القانون الدستوري في تونس وبعضهم أساتذته وبعضهم يعني شارك في وضع هذا الدستور بخبراته طيب. واستشاراته، وهو أيضا وقع استشاراته في هذا الدستور للأسف. طيب. كلهم قالوا أن تأويل قيس سعيد لهذا الفصل تأويل يعني شاذ جدا، وبالتالي وقعنا في هذه المعضلة التي كما ذكرت ليس عندنا حكومة بعد 18 يوم، تونس ليس فيها حكومة والبرلمان مجمد، ويعني دولة قائمة على شخص واحد هو الرئيس وهو الحكومة وهو البرلمان هذا هو المشرع. أستاذ فتحي، يعني هذا الواقع معذرة، هذا الواقع المأساوي الذي يعني وصفته بدقة حقيقة في تونس، أريد أن أبني على ما ذكرته وتفضلت به لأسأل رأيا ثالثا معنا من الجزائر الأستاذ يحيى بوزيدي. يعني لم تشهد تونس استقرارا منذ إطاحة زين العابدين بن علي، واشتدت هذه الأزمات بعد وصول الرئيس قيس سعيد إلى سدة الرئاسة، فالصراع بين الأحزاب والمؤسسات كان سمة لازمة لكل الطبقة السياسية على امتداد هذه السنوات عقب من الزمان. هل المشكلة برأيك هي في وجود نخبة سياسية انتشر بينها الفساد والصراع على السلطة والمكاسب والنفوذ بعيدا عن الاعتبار لمصالح البلاد العليا، أم المشكلة في النظام السياسي برمته والدستور كما تفضل ضيفنا من تونس؟ شكرا جزيلا أستاذ جهاد على الاستضافة، وتقريبا ومن الصعب كثيرا الحديث في الشأن التونسي مع وجود ضيفين من تونس، ولربما هنا أكون موقف الوسط المحايد وأستند إلى توجه السياسة الخارجية الجزائرية المحايدة لجيراننا وأشقائنا في تونس، وهنا أستند أكثر على الإطار الأكاديمي في العلوم السياسية. طبعا يعني كما تفضلت من حيث المبدأ المسألة والمشكلة مركبة ومعقدة ويتحمل مسؤوليتها الجميع، فعلا النخب السياسية تحمل بعض من المسؤولية، أيضا النظام السياسي الحالي فيه بعض الاختلالات خاصة بين النظام الرئاسي وأعكس النظام البرلماني، هو النظام التونسي أقرب إلى البرلماني لكن يتيح بعض الصلاحيات للرئيس، وهنا التنازع على الصلاحيات، وكل طرف وهذا طبيعي أن كل طرف يسعى إلى السيطرة على النظام السياسي وفق قراءته للدستور وتفسيره له، لذلك يعني هنا كل أطراف تتحمل مسؤولية، لكن تتفاوت هذه المسؤولية من أزمة إلى أخرى ومن موقف إلى آخر. يعني كما تفضل يعني ما يمكن أن نتفق عليه جميعا أن الرئيس قيس سعيد إضافة إلى حركة نهضة وكل النخب السياسية هي جزء من المشكلة، وبالتالي لا يستطيع أي طرف منها أن يعتبر نفسه هو الحل والآخر هو المشكلة، لا، الجميع يتحمل مسؤولية هذا الوضع. يعني على سبيل المثال المحكمة الدستورية فعلا قيس سعيد هو الذي عطلها خاصة بعد مصادقة البرلمان عليها، لكن قبل ذلك كانت حركة النهضة أيضا مسؤولية لها مسؤولية في هذا الأمر. بالنسبة للموقف الشعبي أعتقد أنه من الأفضل أن يستبعد الاستناد على الموقف الشعبي باعتباره مؤيد لهذا الطرف أو ذاك، لأن الشعب التونسي من خلال المتابعة هناك اتفاق على توصيف الأزمة أنها هناك مشكلات اقتصادية واجتماعية وإخفاقات وغيره، فهنا فعلا يمكن نتحدث عن أن الشعب التونسي غير راضي على هذه الأوضاع، لكن الانطلاق من هذا واعتباره أنه يساند قرارات الرئيس أو العكس أنه يدعم قرارات الطرف الآخر أعتقد أنه هناك مبالغة، لأن من ناحية الموضوعية المؤشر الوحيد الذي يعتمد عليه في العصر الحالي تقريبا في المواقف الشعبية هناك الثورات العامة، وهذا في لما تكون في أزمات وغيره، وأيضا الأمر الآخر في حالة استقرار هو الانتخابات. طيب.
طيب. بالتالي الانتخابات هو المؤشر الحقيقي وحاليا المؤشر الحقيقي لتأكيد لمن او من هو الطرف الذي يؤيد اكثر من يعني ربما هذا ربما استاذ يحيى هذا مرتبط بالحديث عن 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 الحلول وهو مؤخر الى الجزء الاخير من هذه الحلقه، لكن لو 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 اذنت لي ان اعود مره اخرى الى تونس استاذ حمادي، حقيقه هناك قلق دولي ظاهري على ألسنة المسؤولين ورؤساء الدول من أن تعود تونس إلى مربع الاستبداد. هذا القلق الدولي مترافق مع اتهامات واضحة من قبل النخب السياسية للرئيس بأنه مشروع مستبد للبلاد، يعني يريد أن يعود بالبلاد إلى حكم الفرد الواحد. مما يغذي هذا؟ الإجراءات التي اتخذها وفرض الإقامة الجبرية وإيقاف عدد من المسؤولين، زد على ذلك أنه انقلب على مبادرة الحوار الوطني التي قدمها الاتحاد الوطني للشغل، مبادرة الحوار الوطني، ثم بعد ذلك انقلب على مبادرة مهمة سموها الأمل الأخير لمجموعة من الضباط المتقاعدين في الجيش، أيضا انقلب عليها ودعا إلى حوارات أخرى. يعني هناك اتهامات له بأنه مشروع استبداد، كيف يمكن تبرئة هذا الرجل في ظل هذه المعطيات؟ يمكن في أي حال من الأحوال أن نعطي سكن على بيان سيد رئيس الجمهورية أو لسكن أو لأي إنسان داخل السلطة. لكن إذا كان نعود إلى مواقف الأجنبية أو المواقف داخل تونس، أولا في المواقف الأجنبية تقريبا كل المواقف من الدول الأخرى لا تعارض، لكنها ترى الأمر بكثير من الحذر. الموقف الأمريكي، الموقف التركي، الموقف القطري، الموقف الجزائري، الموقف المغربي، الموقف الألماني، الموقف الفرنسي، كلها ترى أن لا بد من إصلاحات لكن مع الحذر الواجب. هناك كذلك المسألة في الداخل التونسي، تقريبا كل المنظمات الوطنية وكل الشخصيات الكبيرة السياسية مع ما قام به الرئيس، لكن مع الحذر ومع مزيد من الحذر ومع إلزام الرئيس أن تكون رؤيته واضحة ويضع خطة عمل ويعين رئيس حكومة في أقرب وقت ممكن. تبقى أن حركة النهضة وهي المتضرر الرئيسي من الإجراءات، وبعض الأحزاب اليسارية مثل حزب العمال هم الذين يرون أن هذا انقلاب ولا بد من الوقوف في ضده، وبعض الشخصيات التي تدور في فلك هذين الحزبين. لكن عموما يوجد دعم لما قام به الرئيس، لأن البلاد في دعم من من؟ دعم من الأطراف الخارجية ومن الأطراف الداخلية، لكن بكثير من الحذر. الأطراف الداخلية من هي؟ الأحزاب أم الشارع أم المؤسسات المدنية أم ماذا؟ هناك مواقف المنظمات الوطنية مثل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر النقابات في تونس وله وزن اجتماعي وسياسي كبير جدا. لكن الاتحاد الوطني للشغل صحيح وهو المؤسسة الكبرى بعد الجيش في تونس لم يعطي سكة موافقة لقيس سعيد وأبدى حذرا من تصرفاته واشترط بأن هنا يجب أن تعود الأمور إلى نصابها سريعا. نعم، هذا موقف كل الناس، هذا موقف حتى الشعب التونسي، هذا موقف الناس كل. لا يمكن أن نعطي سكن على بياض يعني لرئيس الجمهورية، لا أحد يمكن أن يعطيه سكن على بياض، لأن السياسة في الأخير هي لعبة موازين قوى، والذي ويمكن أن تنفلت السلطة بيد رئيس الجمهورية وتفرد بها. الكل حذر، الكل يعمل على أن نراقب ونكون حذرين ونكون مستعدين للتحرك ونكون مستعدين لافتكاك تونس الديمقراطية من أول وجديد. لكن أن نتكلم عن معارضة كبيرة أو موجة معارضة لقرارات رئيس الجمهورية، فهذا حقيقة ليس بالأمر الموجود في البلاد وليس بالأمر الكبير. لكن الحذر، وكل المنظمات الوطنية، مغلب الأحزاب السياسية، مغلب الشخصيات الوطنية، هي تدعو إلى الحذر ثم الحذر ثم الحذر، خشية أن تنفلت الأمور. بالعودة إلى مسألة الحوار في كلمتين، أولا رئيس الجمهورية أعلن أنه هو لا يتبنى الحوار بطريقته تلك، يعني هناك بعض التغييرات التي وجب أن تطرأ على الحوار. أعلن أنه لا حوار مع الفاسدين.
ثانيا بالنسبة للمبادرة التي أطلقها المتقاعدون من الجيش، أعتقد أنه هو تسلم هذه المبادرة وقام بها مع المؤسسة العسكرية، يعني ليس هناك انقلاب في ذلك. ملاحظة أخيرة أنه حتى الأحزاب التي في السلطة، يعني هنا نتحدث عن قلب تونس، لم يكن يعني غير من موقفه وأصبح نعم. يدعو إلى أن موقف رئيس الجمهورية هو موقف سليم لكن يجب الحذر، يعني هو كذلك كان ضد موقف حركة النهضة حليفته في الحكم. طيب سنبحث علاقة هذه الإجراءات كلها بما يجري في المنطقة والطريقة والشكل العام الذي يراد أن تصاغ من خلاله المنطقة ومدى افتراض وجود هيئات أو دول أو مؤسسات من الخارج تدعم ما قام به الرئيس. نواصل حديثنا بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، وهذه عودة للحديث عن مستقبل تونس والتحول الديمقراطي الذي تشهده منذ انتفاضتها قبل 11 عاما، وذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بتعطيل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة. أستاذ فتحي في الجزائر، هل من لوازم ما قام به الرئيس التونسي أن يكون هناك أياد خارجية مؤثرة فيما يجري الآن من تطورات سياسية داخل البلاد؟ هذا سؤال لي ليس كذلك أستاذ جهاد؟ نعم أستاذ فتحي. نعم، لا هو شوف، خلينا نقول أنه في أسباب موضوعية، يعني الوضع التونسي هو وضع مياه عكرة، مياه راكدة، وقيس سعيد كان الصياد في المياه العكرة، وصادف هذا الصياد أن تتلاقى توجهاته ورغباته مع مصالح دول إقليمية وخارجية. يعني للأسف الشديد أنه توافق رأيه واصطياده في المياه العكرة مع النظام النظام المصري، مع السيسي الذي زاره قبل أسابيع، ويقال أنه يعني مسؤولين من الإمارات بما فيهم دحلان زار مصر وربما التقى به والتقى بمستشاريه، وحاول بعضهم أن يلتقي ببعض جنرالات الجيش الذين أخذهم معه. الإمارات أيضا لها مصالح، والسعودية أيضا، وهذا يظهر، وفرنسا، وهذا يظهر في لقاءاته التي حصلت بعد يعني الانقلاب على الدستور، خلينا نقوله جاءوه، يعني وزير الخارجية المصري زاره، وزير الخارجية الإماراتي والسعودي، وبالتالي المسألة أصبحت واضحة وضوح الشمس، لا تحتاج إلى دليل على أنه هناك توافقات بينه وبين هذه القوى. ولكن دعنا نقول أنه قيس سعيد، أنا شخصيا أرى أنه هذه رغبته من البداية. أنا أعرف قيس سعيد، ويعني التقينا في عديد القنوات الفضائية قبل ترشحه للانتخابات في خلال السنوات الماضية، وقيس سعيد كان يؤمن أنه يجب أن يتغير نظام الحكم في تونس، نظام هذا لا يصلح للشعب التونسي، وهذا الدستور ملغم وفيه مطبات كثيرة جدا، وبالتالي يجب أن يقع تغييره. وهذه الرغبة طبعا وجد الفرصة السانحة في المياه العكرة، وهو الصياد في هذه المياه، حتى يقوم بما قام به. نعم. وبالتالي فرحت هذه القوى. طيب. وقالت أنها ستدعمه، فبالتالي نعم هناك قوى إقليمية تساند وتريد أن يذهب أكثر من ذلك، أن تمنت لو وقع القبض على قيادات حركة النهضة وخاصة راشد الغنوشي وضعه في السجن وحل هذا الحزب، وبالتالي ستكون الرقصة رقصة جماعية كاملة للأسف الشديد. تفضل. هذا السؤال يعني أحيله أيضا إلى الأستاذ يحيى في الجزائر، يعني الرئيس التونسي لا يملك الخبرة السياسية الكافية ولا حتى الجرأة السياسية على اتخاذ مثل هذه الإجراءات في 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 تونس، ألا توحي هذه الفرضية أن وجود مؤثر حقيقي خارجي؟ وبالتالي لماذا، إذا افترضنا وسلمنا بذلك،
يعني ما المصلحة الخارجية؟ من هم المرشحون لدعم هذا التغيير الانقلابي بين قوسين كما يسميه بعض التونسيين في البلاد؟ يعني عفوا يعني قبل الإجابة على السؤال حتى نكون موضوعيين، ما قام به الرئيس التونسي هو قريب إلى الانقلاب وبعيد كثيرا عن الإصلاحات، حتى إذا لم يسمى انقلاب فعلى الأقل أو الانقلابات الشبيه بالانقلابات البيضاء، لكنه بعيد كثيرا عن منطق الإصلاحات السياسية. هذا من ناحية الموضوعية. الأمر الثاني بالنسبة للعلاقات الدولية، أكيد يعني أي حدث داخلي إلا له ارتدادات أو هو يعتبر هو انعكاس للعلاقات الدولية والتفاعلات التي تحصل، وما وقع في تونس بغض النظر عن التفاصيل هو يعتبر امتداد للانقسامات التي وقعت في المنطقة منذ 2011، وفي بعض القوى المؤيدة والمعارضة والمؤيدة والمعارضة في الوقت نفسه، لأن مواقف القوى الإقليمية والدولية وحتى العربية لم تكن مؤيدة للانتفاضات العربية على طول المسار. هناك من أيد بعضها ورفض البعض، وتقريبا هذا ينطبق على الجميع، لكن تقريبا هناك موقف من التيارات الإسلامية إن صح التعبير، والتيارات الإسلامية التي وصلت للسلطة، هناك نعم. بعض الدول الخليجية التي كانت معارضة لها، وهناك قطر مثل الإمارات والمملكة السعودية ومصر نعم. وبعض القوى الأخرى كانت مؤيدة مثلا قطر وتركيا. فهنا تقريبا هذا الانقسام يظهر، والرئيس قيس سعيد يعني قبيل إجراء هذه أو قيام بهذه القرارات زار مصر، وبالتالي فعبر عن قربه من القوى الدولية التي هي مناهضة للثورات. ومن هذا بالنسبة للحالة الجزائرية تقريبا يعني طيب. الجزائر ليست معروفة بنزعتها التوسعية والهجومية في سياستها الخارجية، ومعروفة بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول، وأيضا بتعاملها مع المواقف الرسمية طيب. لذلك كان هذا موقفها المتحفظ. طيب، كل هذه المعطيات أنقلها للأستاذ حمادي في تونس. يعني السيد راشد الغنوشي رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة قال بأن حدد دولا بعينها عربية بأنها تدعم أو تقف وراء ما أسماه الانقلاب وتدعم الرئيس في إجراءاته الأخيرة، وهذا تقاطع مع ما قاله مستشار الرئيس التركي السيد ياسين أقطاي عندما قال بأن هناك قوى الشر العربية والغربية تريد الحيلولة دون استمرار المسار الديمقراطي في تونس وقطع الحلم على الشعب التونسي. ألا هذه المعطيات ثم الزيارات التي المكوكية التي قام بها قبيل إجراءاته الأخيرة، ألا تفرغ هذه المعطيات إجراءات الرئيس من أي منطق إصلاحي برأيك أستاذ حمادي؟ لا أعتقد، لأنه كل يشاهد يعني منطق التحالفات من يعني أو الضغوط الدولية من موقعه. أولا لا يوجد أي دليل أو أي مسألة ملموسة أو أي حديث أصلا في تونس في الشارع التونسي، لا أتحدث يعني عن الخطاب لحركة النهضة أو الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عن اتهامات مواجهة مباشرة للإمارات والسعودية وغيره. هذا أمر غير ملموس، وأصلا تونس ليست لها علاقات ثنائية مباشرة، وخاصة نظام قيس سعيد ليس له علاقات ثنائية مباشرة مع النظام السعودي أو النظام الإماراتي بالأساس. ثانيا، عندما نتكلم عن تركيا أو نتكلم عن ما قاله راشد الغنوشي، تركيا أصلا في وقت من الأوقات كانت تتهم بأنها تتدخل في الشأن التونسي. يعني لا نستطيع الآن أن نقول، هي أصلا في وقت معين كانت تواجه نفس الاتهام. كل له من وراءه، هذا نعم. أن نتحدث أن هناك دعم خارجي، أتصور أنه هناك اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أكيد. الاتصالات مع مصر كانت منذ أبريل الماضي، وكانت زيارته إلى مصر استخباراتية بالأساس، وهناك معلومات تقول أنه جلس مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدة 8 ساعات منفردين. أكيد جدا أن هناك معلومات مخابراتية وقدمها الرئيس المصري للرئيس قيس سعيد وما إلى ذلك، لكن هناك معطيات أخرى إقليمية ودولية شجعت قيس سعيد أن يأخذ مثل هذه الإجراءات، وأهمها أنه يعني هنا العدو الرئيسي أو المتضرر الأول من إجراءات قيس سعيد هو حركة النهضة.
وحركة النهضة هي ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في تونس. جميعنا يعرف أن تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة يواجه عديد الصعوبات. هناك سقوط لحكومته في ليبيا يعني بعد حكومة السراج، الانقلاب في الانقلاب على الإخوان في مصر، الثورة ضد نظام البشير في السودان، ويعني تقريبا حزب يعني تنظيم الإخوان المسلمين في المنطقة يواجه كثير من الصعوبات، ولم يعد هناك قيادات كبرى للتنظيم على غرار راشد الغنوشي، جميعهم إما في المنفى أو في السجون أو تم القضاء عليه من قبل النظام المصري إعدامه بمحاكمات جائرة وما إلى ذلك، أو هم مرضى أو في حال توهن. طيب. يعني التنظيم هو في حال توهن، ولذلك قيس سعيد كانت له الفرصة أن يستطيع ضرب حركة النهضة بهذه السهولة في هذا الوقت بالذات، ونحن نعلم أن حركة النهضة لم تستطع قيادة حتى تحرك شعبي مضاد لخيارات الرئيس قيس سعيد، بالرغم التي كانت لها عديد يعني كانت قادرة جدا على تجهيز الشارع في وقت مضى، هي الآن غير قادرة على تنظيم تحرك شعبي ضد مقامه. طيب وضحت الفكرة أستاذ حمادي، ودعنا نأمل جميعا بأن لا تسير تونس في المسار الذي سارت فيه مصر. حديث المآلات، تونس لا يمكن أن تسير، نرجو ذلك. في حديث المآلات، أعود مرة أخرى إلى لندن أستاذ فتحي، يبدو أن المنطقة الآن في هذه السنوات الأخيرة بنوع من الغطاء الدولي أو القبول أو غض النظر الدولي منفتحة على أجواء الاستبداد. لاحظنا هذا في مصر، لاحظناه في ليبيا، لاحظناه في أكثر من بلد عربي. هل هذه الأجواء الاستبدادية في المنطقة يجب أن تقودنا إلى مخيلة واحدة أن تونس تنتهي تسير إلى ما سارت إليه هذه الدول؟ أستاذ فتحي لا أسمعك، هل تسمعني الآن؟ تسمعني؟ نعم تفضل. لا قلت لو تعطيني شوية وقت يعني أشرح بسرعة مسألة الإخوان المسلمين. حركة النهضة هي دائما تقول ليست إخوان المسلمين، ولكن هي ضمن ما كان يسمى بالتيار الإسلامي السياسي، نعم، ولكن تنظيميا ليست من ضمن تيارات الإخوان المسلمين، هي بعيدة. لكن أنا لا أريد بحث موضوع النهضة لو أذنت أستاذ فتحي، يعني سؤالي هو جواب عن أخ حمادي الأسود فقط. يعني طيب، يعني حتى السودان والترابي لم يكن من الإخوان المسلمين، وأنا طيب جلست الترابي وجلست مرشد العام لإخوان المسلمين الذي كان معارض للنظام الترابي، ويعني هذا معروف تاريخيا. على كل حال، هو طبعا التجربة التونسية هي التجربة الوحيدة التي كانت حقيقة استطاعت أن سابقا كيف؟ سابقا، ربما التجربة الوحيدة سابقا. لا أقصد بعد الثورة، بعد فرار بن علي، هي التجربة الوحيدة التي استطاعت أن تصل إلى تحول، نوع من التحول الديمقراطي، رغم أنه متعثر وفي صعوبات كثيرة، ولكن استطاعت أن تعمل دستور وتستمر 10 سنوات. ولكن حقيقة كل المسار الذي وقع في هذه 10 سنوات الأخيرة واضح أنه سيؤدي إلى ما آل إليه الأوضاع. ولو سأل قيس سعيد أعتقد كان ربما يكون يعني وضع آخر، كان ربما يكون انقلاب، لأنه كما ذكرنا ونحن هنا مع قيس سعيد أن الوضع في تونس كان وضع يعني سيء إلى 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 درجة أنه أصبحت الدولة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين. فبالتالي طبعا الإقليم، لما أقول الإقليم، كثير من الدول الإقليمية والخارجية حتى الدول الأوروبية كانت لا تريد أن ترى تجربة ديمقراطية ناجحة في تونس، وبالتالي تصبح مصالحها مهددة. وكان هناك صراع مرير بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في تونس في السنوات الأخيرة على السيطرة على الموقع التونسي الاستراتيجي، خاصة جارة الجزائر وجارة ليبيا، وأيضا هي قريبة من يعني من الدول الأوروبية إلى غير ذلك. وأنت تعرف أنه الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم الذين اتصلوا بقيس سعيد بعد 25 أيلول، وزير الخارجية الأمريكي، نائبة الرئيس، مدير العلاقات الشرق الأوسط شمال أفريقيا، السفير الأمريكي، كلهم كانوا يسعون، كانت اتصالات يعني مريرة ومريرة جدا، وبيانات كثيرة خرجت من الولايات المتحدة الأمريكية تطالب قيس سعيد بأن، بل بالعكس، يعني في من يعني وصل حتى البيانات تؤكد هذا، تؤكد على أنه يعني كلام الإدارة الأمريكية كان قوي ضد قيس سعيد، أنه يريدوه أن يبين بالضبط ماذا يريد أن يفعل، ولكن ليس هناك من قال له ارجع الأمر على ما كان عليه، وإنما يقولون
يقولون لهم طيب أنت فعلت ما فعلت، إذن أعطينا خريطة طريق للمستقبل. وخريطة الطريق طبعا يجب أن تتوضح منه، وهو حر هنا أن يرجع البرلمان أو لا يرجعه، يعمل الحكومة ولا يعملها. وأنا أعتقد أنه سيسير في مشروعه الخاص ولا يهتم لا بالولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها، فمن سانده سانده ومن عارضه عارضه. أن هذا رأيي الخاص، لأنه هو رجل يعني هو قال في يوم من الأيام قال أنا مستعد للشهادة، ضحك عليه الغالبية قالوا كيف يقول الشهادة أين سيقاتل، ولكن هو يقصد أنه سيقوم بأعمال هذا التي قام بها. وهذا هذا الفصل 80 تحدث عنه قبل 6 أو 7 أشهر من هذا الوقت، وحتى أمين محفوظ اللي هو مقرب منه وهو أستاذ قانون دستوري قال الرئيس عنده صاروخ كبير سوف يطلقه في يوم من الأيام، وكان يقصد به الفصل 80. فبالتالي الإقليم لا يريد التجربة التونسية أن تنجح بشكل حتى تصبح مثال، وأيضا لا يريد أن يكون هناك فوضى في تونس، لأنه هذا يهدد الدول الأوروبية خاصة فيما يتعلق بالهجرة ويتعلق بالإجرام والإرهاب إلى غير ذلك. فبالتالي نحن نقع في معضلة ومشكلة بين أمرين، بين قيس سعيد الذي له رغبات بأن يغير النظام الحكم في تونس ويصبح هو الرئيس المغير الموحد مش عارف إيه، وبين هذه النفاق الخارجي الغربي العالمي في عدم مساعدة تونس في أن تواصل مسارها الديمقراطي. للأسف الشديد هذا هو الواقع، لأنه لا يمكن أن تنجح تونس بمعزل عن بقية الدول، بمعزل عن المحيط المتفجر الملغم، تبقى تونس هكذا. فكانت المؤامرات تقع بشكل كبير جدا دائما من طرف كثير من الأطراف، من بينها مصر والسعودية والإمارات وفرنسا وإسرائيل وغيرهم، وأعتقد أنهم نجحوا يعني في النهاية أن يوصلون إلى ما وصلنا إليه. طيب هنا العفو، شكرا جزيلا. هنا أسأل أستاذ يحيى، هل المعادلة المطروحة الآن في تونس الخلاص من أجواء ديمقراطية لكن فيها فساد سياسي وفوضى في البلاد لصالح نوع من الاستبداد لكن المستبد العادل الذي يحقق الاستقرار ويضفي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، هل تتجه تونس إلى هذه المعادلة مع العلم أن الشعب التونسي لم يرفض ما قام به قيس سعيد حتى الآن فيما تعطي المؤشرات؟ يعني هو صعب جدا الحديث عن فكرة المستبد العادل والإصلاحات والقرار، خاصة أن الكثير من أو من الناحية الدستورية لا يملك الرئيس الكثير من الصلاحيات التي تخول له بإنجاز ذلك. هذا هو الأمر الثاني، المعضلات والأزمات الاقتصادية الكبيرة جدا ويصعب حلها في ظرف قصير جدا، هي جلها متوسطة وبعيدة المدى ومرتبطة بما يحصل حتى في الاقتصاد الدولي خاصة في ظل أزمة وباء كورونا. لكن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد ومستقبله، هل يتجه نحو التأزيم أكثر ونحو تحقيق الرئيس أهدافه وأفكاره، أم أنه سيتراجع عنها؟ تقريبا هنا مرتبط بأربع مؤشرات أساسية. المؤشر الأول هو موقف النخب السياسية، وهنا جل النخب السياسية كانت إما رافضة أو متحفظة على ما أقدم عليه واعتباره خارج الأطر الدستورية، وهذا يعرقل كثيرا ويعيق عمل الرئيس. أيضا مؤسسة القضاء رفضت توليه النيابة العامة، وهي إلى الآن تبدو قوية ومتمسكة بصلاحياتها، وبالتالي لا تسمح له بالاستحواذ على صلاحياتها بعدما استحوذ على صلاحية السلطة التنفيذية، وهذا أيضا يضعف الرئيس. الموقف الآخر هو موقف المؤسسة العسكرية، لاحظنا كان حضورها في الاجتماع الذي أعلن فيه عن قراراته وأيضا غلقها للبرلمان. هنا المؤسسة العسكرية قريبة من الرئيس وبعيدة عن القوى الأخرى، وبالتالي هذا ما من المؤشرات اعتبار ما أقدم عليه قريب من الانقلاب. إذا ما واصلت المؤسسة العسكرية إضافة المؤسسة الأمنية دعمها للرئيس، فهذا يشجعه على مواصلة تحقيق أهدافه. الأمر والمؤشر الأخير، تحقيق أهدافه الممثلة بماذا اختصارا؟ الممثل في الاستحواذ على السلطة أكيد. هو والآن في حالة صراع مع القوى الأخرى، يعتبر أنه هو بصفته رئيسا يريد أن يستحوذ على السلطة. لكن أنت الآن تنسب للمؤسسة العسكرية أستاذ يحيى وقوفها إلى جانبه في مشروعه الاستحواذ على السلطة، ما مصلحة المؤسسة العسكرية علما أنها هي التي حمت التظاهرات والانتفاضة التونسية في مهدها؟
قلت إلى الآن هي قريبة من مواقفه، حضورها في الاجتماع الذي أعلنه قراراته وغلقها لمقر البرلمان، معنى توقفها ضد السلطة التشريعية إلى وحتى هي اللي نفسها السلطة التنفيذية وقف ضدها إلى جانب الرئيس. هذا يعتبر انحياز من المؤسسة العسكرية إلى جانب الرئيس. طبعا أهدافها غامضة، لا نستطيع الآن الجزم بها، لأن الخبرة التاريخية المؤسسة العسكرية في تونس أنها لم تتدخل كثيرا في الانقلابات وخاصة في أحداث الثورة، يعني هذا مقارنة بدول أخرى. فبالتالي يصعب حتى الآن، هو قرار يعني أو الموقف يمكن أن تتراجع عنه المؤسسة العسكرية لأنها لم تتورط أكثر، يعني لم تنزل إلى الشارع، لم تقم بقمع المعارضين لقرارات الرئيس. فمن هذه الناحية المؤسسة العسكرية يعني المستقبل مرتبط بقراراتها، هل ستواصل في دعم الرئيس إذا ما اتخذ إجراءات غير دستورية أخرى، أم أنها ستتراجع بناء على مواقف القوى يعني القوى السياسية، النخب السياسية؟ هذه الفكرة بدت واضحة، لكن أضيف من فضلك بثوان معدودات. نعم تفضل، ما بقي وقت. فقط المواقف القوى الدولية، يعني غالبا القوى الدولية لا يمكن الارتكان إليها في تحديد المسارات المستقبلية، لأن الأرجح هي القوى الداخلية والنخب يعني داخليا سيحسم الأمر، ومن يحسم إلى لصالحه سيجد دعما، حتى إذا كان انقلاب القوى الدولية والإقليمية ستدعمه وتطالب بإجراء انتخابات وإلى ما ذلك، وإذا فشل فأيضا ستثمنه. طيب أختم أنا مع الأستاذ حمادي في تونس. يعني أنت قبل قليل في مستهل الحلقة قلت بأن الرجل فيما يرشح عنه أنه يتجه نحو الإصلاحات في ظل بلد غارق في الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأزمة الصحية المتمثلة بوجود جائحة كورونا، ماذا بإمكانه أن يقدم لبلد هو أصلا يعترض على دستوره؟ ما الوصفة الإصلاحية التي يمكن أن يخدم بها تونس في المرحلة المقبلة برأيك من حيث الإمكان؟ ولا يمكن أن نأمل كثير من الرئيس قيس سعيد لسببين. السبب الأول هو أنه لا يملك برنامج واضح، وهذا كان منذ البداية، هو أصلا لم يتحدث على أنه يملك برنامج حكم وما إلى ذلك. برنامجه الأساسي هو تغيير نظام الحكم وإرجاع ما يقال يعني سردية الثورة إلى الوجود وإلى أن تحكم الناس وأن تتحول إلى بنية سياسية في البلاد. ثانيا، هو لا يملك حزب سياسي أو طرف سياسي قوي يدعمه ويمكن أن يدفعه نحو إصلاحات وما إلى ذلك. المهم هنا هو هناك عديد الإجراءات التي تمت على أرض الواقع وهي مهمة جدا. أولا، حملات التلقيح التي تمت منذ أسبوع، وهناك حملة تلقيح كبرى ستقوم بها الدولة في الأسبوع القادم. ثانيا، التحركات الدبلوماسية الكبيرة التي قام بها لجلب التلقيح وجلب المعدات الطبية، خاصة بعد فشل الحكومة وفشل الائتلاف الحاكم في أن يوفر كل ذلك للشعب التونسي في مرحلة كان دقيقة. هو نجح في أن يلعب على هذه المسألة ويوفر للناس مجموعة من اللقاحات. ثالثا، هناك تحركات على مستوى اقتصادي في علاقة بخفض الأسعار، في علاقة بإرجاع نسق الإنتاج وما يتعلق بالفوسفات وما إلى ذلك. لكن أن نتكلم على برنامج واضح وتوجهات واضحة، هذا في تقديري ليس مطروحا على قيس سعيد أن يقوم به. وضحت الصورة أستاذ حمادي، معذرة أدركنا الوقت، وضحت الصورة. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، كان معنا من تونس العاصمة الأستاذ حمادي الأسود الصحفي التونسي، ومن مدينة سيدي بالعباس الجزائرية الأستاذ يحيى بوزيدي الباحث السياسي، كما انضم إلينا الأستاذ فتحي المسعودي الكاتب والمحلل السياسي من لندن. كل الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حراسة الله.